كمال أحمد الزبير، 68 عاما، مصرفي سوداني، من خريجي كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم العام 72 900 وألف، هو أب لخمسة أبناء، هم ثمار زواج استمر لتسعة وثلاثين عاما، إلا أن أسرته امتدت لتشمل 160 رجلا وامرأة. هم العاملون ببنك المال المتحد الذي شغل فيه كمال منصب المدير العام منذ تأسيسه قبل عقد من الزمن. إذا صادف وكنت تسير في شارع إفريقيا وانحرفت شرقا باتجاه شارع مأمون بحيري، سيواجهك هذا المبنى، البيت الكبير لأسرة كمال الزبير الممتدة، والذي شهد ولادته وسهر على نشأته ليصل إلى مصاف المعالم الاقتصادية في السودان، حيث تمازجت فيه العديد من رؤوس الأموال العربية والمحلية، وشغل بسواعد وعقول كفاءات سودانية أثمر مجهودهم في مختلف القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية، محققا تقدما مضطردا منذ أن بدأ البنك في مزاولة نشاطه العام 2006، حيث بلغت أرباحه 68 مليون جنيه سوداني للسنة المالية 14 و2000، إلا أن العمل على إصدار تقرير السنة المالية التالية تزامن مع قرار تقاعد كمال الزبير عن مهامه. آخر اجتماع بعد اجتماع مجلس الإدارة فات، جاء قال لنا إنه يوم 31/12 حيكون آخر يوم عمل اليوم. حقيقة ازعجنا جدا جدا، واحد لأنه التوقيت ما كان متصور، متخيلين انه حيقعد معنا لحد شهر 2 أو 3 لحد السنة الجديدة، لكن فوجئنا بذلك وأصابتنا زي ما بيقولوا هاء السكت، يعني سكتنا كده ووجمنا وما عرفنا نقول شنو أثناء الاجتماع. فبعد الاجتماع بعد ما يعني استوعبنا الكلام يعني، فأنا بتونس معه قلت له يا أخي أنا حامل لك فيلم أو حامل لك مجموعة وثائقية للأفلام والفيديوهات والصور اللي أنت صورتها في العشر سنوات الفاتت، وحتكون بالنسبة لك زي توثيق. التقاعد الخطوة الأخيرة في أي مسيرة مهنية، استمرت في حالة كمال الزبير لأكثر من 40 عاما، اكتسب فيها خبرة إدارية ومصرفية واسعة توزعت بين عواصم الشرق الأوسط، وأكسبته سمعة لامعة جعلته أهلا لثقة رؤوس الأموال والعملاء، وعززت من مكانته واحدا من أبرز المصرفيين السودانيين هذا اليوم. من يكون كمال الزبير؟ وكيف حقق كل هذه المنجزات؟ بل ومن أين بدأ طريقه حتى بلغ ما بلغ؟ في هذه المدينة الوادعة بالمديرية الشمالية الدامر، والتي صارت لاحقا عاصمة ولاية نهر النيل، ولد الفتى النجيب كمال أحمد الزبير مساعد في فبراير من العام 48 900 وألف، قبل أن ينتقل إلى ديار عشيرته ومقر الإدارة الأهلية لمجموعة الجعليين العلياب، والتي ترجع تسميتها إلى الجد الأكبر الشيخ علي ابن المك عبد الدايم ابن عدلان ابن عرمان. هناك خطأ كمال خطواته الأولى في طريق طويل ظللت دروبه الرملية أشجار النخيل بجذوعها القوية الضاربة في الأرض. الجنس بتاعتنا طبعا من العلياب،
جدنا الزبير وسعد أبو أبونا هو ناظر خط الجعليم من منطقة المحمية إلى نهر عضبرة تحت لواءه حوالي 30 عمودية يعني. وأبونا كان عمدة مشروع العلياب الزراعي في الوقت ذاك. كمال عاش حياته الأولى في بلدته الأصلية العلياب، يعني قضى فيها تقريبا 9 سنوات الأولى من حياته وسط والده ووالدته وبقية أسرته، ولكن يعني إن شاء الله أن توفى والده وهو في تلك السن 9 تقريبا، فاضطر لأنه ينتقل من العلياب لمنزل جده عبد الله المغربي في الدامر. بين هذه الأطلال أطلق كمال صرخاته الأولى طفلا بين حضن والديه اللذين احتضناه لسنوات قصيرة قبل أن يسوقه نمط الحياة المدنية الوارد للتو على البلاد إلى هذه المباني العتيقة في مدرسة القرية التي سرعان ما تركها عائدا إلى مسقط رأسه بالدامر، حيث أكمل دراسته الابتدائية في المدرسة التي سميت لاحقا بمدرسة بروفيسور عبد الله الطيب أحد أعلام المدينة والسودان بأسره. ليخط كمال حروفه الأولى ويبدأ من الصفر عد الأرقام حتى صارت لعبته التي يجيدها ومهنته التي خولته لأن يرص الأصفار تلو الأصفار، محققا ملايين الجنيهات لاحقا مصرفيا متميزا ناجحا. تميز كمال في صباه بالفطنة ويعني في الحس المتقدم جدا، وفي أنه كان نبيها جدا. ظهر ذلك في العديد من تصرفاته باعتبار أنه كان يدرك مسائل قد لا يدركها الكثيرون في سنه في مرحلة الطفولة. الحقيقة أنا معرفتي بكمال يعني شوية قديمة، يعني عمو يوسف كان زميل دراسة بالنسبة لنا، وبعدين خاله محمد عبد الله المغربي كان العميد بتاع التجارة الثانوية اللي درسنا احنا، فأسرة ودودة يعني. كان كمال أخي ده يعني ما في زول بيقول له أقرأ منه في سنة أولى ابتدائي في مرحلة الأساس، بيجي يقعد ويقعد يكتب واجبات يقرأ براه والحاجة تدرسوها عليه. وزمانك ما في واجبات ما في أي حاجة، لكن بيكتب دروسه باليوم لحد ما خش الثانوي العالي في عبر الثانوية. كان بدأ مرحلة الأساس في العلياب وجت ما في الدامر بعد وفاة أبي. من حياته الظريفة اللي بيحكوها ليلو كمان، لما المدرسة بعيدة جدا من البيت فزي 3 كيلو، وبعدين لما قبلوه في المدرسة وبتاع قام أبوه يشتري عليه حمار عشان يمشي بيه المدرسة. إذا كانت هنالك سذاجة في الجيل برقم معين، يعني لو قلنا من 0 ل100% فكمان يمكن تكون سذاجته تكون 5% بالنسبة لجيله، إذا كان الناس بتصل 60 و70 وكذا، لأنه كان بيتناول المسائل بعمق شديد جدا، لأنه عقله كان متفتح وكان عنده بعد نظر شديد جدا. يمكن المؤشر الوحيد، يعني لو حطينا بس مؤشر واحد في دراسته، يعني من الأولية اللي درسها في الدامر والمتوسط اللي درسها في الدامر والثانوي، ده كان الجناح الناجح بالنسبة للطلاب. الزول الناجح دائما بيمشي في المراحل دي، الآخرين بينعطفوا بيمشوا لمدارس أخرى بتكون مكوناته التعليمية ذاتها ما كافية، ما زي الزول بيمشي في هذا الجناح. دي واحدة من ميزات كمال. بعدينك لما مشى للثانوي كان هو زول متفوق في أي مادة، فمشى المساغ الأدبي، فكان أستاذه خالي أحمد المغربي الله يرحمه ويغفر له، فبيسأل أساتذة بيتكلموا قالوا والله في ولد هنا زول ممتاز جدا شاطر في الأحياء والكيمياء والفيزياء، لكن يا خسارة مشى المساغ الأدبي. فقام قال لهم ده منو؟ قال له ده ود أختك كمال. فقام جابوا شاكله ووداه كف كده وقال له يعني عجباك الطباشيرة دي تعمل بأدبي شنو؟
أيضا أشهد له أنه رجل مطلع جدا طبعا، رجل مولع بالقراءة، غير قراءته الراتبة اللي 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 في حكم يعني أكاديمياته وحكم عمله ذا الإيكونوميست والاقتصادي والأشياء دي، لكن رجل قارئ جدا، يعني قراءته متوسعة جدا ومتنوعة ما بين السياسة والأدب والروايات، وكنا نتبادل كثير من الكتب. كمال ده جنو قلايا جنو، يعني أنا مبعيد كده وفهمت وبتاع، ما شفت كمال أخوي إلا في حالتين، يا بيقلع يا نايم. ومن الطرائف عشان الكلام ده يكون صادق، من الطرائف في الأشياء إنه لما أمي تنادينا تعالوا تغدوا، كمال ده بيكون بيقرأ، بيجي شايل الكتاب بتاعه بيكون بيقرأ كده وبياكل. يعني في أنا أذكر مشهد، يعني أمي مرة شالت منه كتابة، يا ولدي القراية دي كفانا منها، أكل أكل أكل، يعني ما عنده أي وقت بيضيعه، يا بيقرأ يا بياكل يا نايم. لم تقوضه العوامل الاجتماعية والظروف الاقتصادية الصعبة لحياته يتيما، بل صقلته منذ الصغر ليصبح الرجل العصامي الذي نراه الآن. هذه النقلة والظروف بتاعت وفاة والده لم تأثر عليه كثير في دراسته، فكان معتمد على نفسه وناجح في دراسته وبتفوق، واستمرت حياته الدراسية على ما يرام لها حتى ما وصل جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد. بعدين كانوا يعني بيساعدوا أمي، لأنه أبوي متوفي، يعني هو عمر أخوي الله يرحمه ويغفر له كان في الإجازة بيستثمروها، كان عندنا الأبحاث حقة الحديبة، فكانوا هم بيمشوا يشتغلوا ويجيبوا مصاريف حقة المدرسة ويدي أمه، يعني كانوا مسؤولين من بدري. كيف يمكن لشخص اتصف بكل علامات التميز أن يسير عبر هذه الحقول والضفاف الوارفة في مراتع الصبا، قافزاً بين النخلة والنهر، مستصحباً نضارتها لتصبغ وجدانه وينعكس صفاؤها على فكره وثقافته؟ جنبنا رجل رحمه الله اسمه مهدي الطيب، مهدي الطيب ده عنده مكتبة ضخمة جداً جداً، كمال بيقرأ في عبر الثانوية، بيجي الخميس والجمعة لينا في البيت، فبيجي بيكون شايل كتاب مستلفه من مكتبة مهدي، أول ما يجي طوالي بلسيني يقول لي هاك شيء الكتاب ده ودي، وفي كتاب اسمه كده كان بتنساه واكتبه ليك في ورقة تجيبه لي من مهدي. أنا بمشي لمهدي بديه الكتاب وبجيب في بيته، يعني بيته قريب مننا، وبجيب منه الكتاب والطلب كمال. كمال بيجي الأسبوع، يعني أنا كنت المرسال بتاع كمال، أمشي المكتبة ودي كتاب وأجيب كتاب، أمشي ودي كتاب وأجيب كتاب. كمال كان رجل رصين وبيحاول يعني ما يؤخذ عليه سلوك يكون محسوب، يعني كان دقيق جدا. يعني أنا أتذكر كمال ده كان رجل أديب وكان بيتناول الشعر، بيكتب الشعر وبيكتب بصورة جميلة جدا، لغته العربية ذاتها كانت متميزة جدا وراقية جدا. أتذكر يعني مرة كده من الحاجات اللي كشفتها هو ما كان عايز يعرفها، يعني قام قال له نص بيت بتاع شعر، قال يعذبني أني يعذبني هون، يعني ما رضيان إنه يهوى يحب، فمتعذب من إنه كيف يحب حتى، يعني ما داير حتى ذيك خصلة تتناول شخصيته أو تقلل من قدره وكذا، يعني في إطار التعفف اللي هو كان بيمشي فيه. كمال كان يعني ميال للأدب، ويظهر أنه مرة بدأ يكتب له في حاجة أدبية، فأخوانه الصغار وكذا بلغوا أنه هو بكتب في رسالة غرامية، فجلبت له مشاكل، وفي الأخير تضع أنه ما في رسالة غرامية ولا حاجة، هو كان بكتب له في قصة أدبية، فيعني شبهت له، لكن الناس عرفوا الحقيقة ومشهد. برضو من الحاجات بتذكر أخو طالب في الجامعة كان بيكتب برنامج في الإذاعة اسمه مع الخالدين، بيقدم محمد سليمان، وهو ستيل طالب في الجامعة، فنحن كنا في الدامر، ذكر البرنامج بالساعة الساعة 9:15، يعني احنا بنكون قاعدين من مساء الساعة 9:15 كلنا متحلقين حول الراديو
عشان نسمع برنامج كمال مع الخالدين، واحد من نشاطاته الجميلة. انتقل كمال بعد إكماله الأولية إلى مدرسة الدامر الوسطى. كان نتاج تفوقه في المرحلة الوسطى قبوله بمدرسة عضر الثانوية، إحدى أوائل المدارس الثانوية التي تأسست في السودان بعد مدارس حنتوب ووادي سيدنا وخور طقط، بينما تميزت عن تلك المدارس بأنها أنشئت في مدينة كانت تعج بالنشاط النقابي والسياسي والثقافي، مما كان له انعكاسه على تطور الحياة الثقافية والمعرفية والأدبية لطلاب هذه المدرسة. تميزت مدرسة عضر الثانوية بجمالها المعماري، أضف لذلك موقعها على مقرن نهر النيل مع نهر أدبرا بداخلياتها المختلفة: دينا، فريجون، عنبر الوادي، لومنبا، والزبير وغيرها. انتقل بعدها كمال الزبير طالبا بكلية الاقتصاد جامعة الخرطوم، وأظهر نبوغا ونشاطا طلابيا فريدا، حيث لم تقيد الدراسة الأكاديمية اهتمامات كمال الأخرى، فهو وإن كان قد تحول بحكم ذلك إلى مصرفي يمارس عمله بين الحسابات والمصارف، إلا أنه استغل موقعه الحيوي لإثراء تلك الاهتمامات من موقع المنتج الممول، سواء في طباعة الكتب أو إنتاج الأفلام، خاصة تلك التي تلاقت مع ذائقته الخاصة كقارن نهم أعجب خصيصا بابن بيئته الكاتب الراحل الطيب صالح. ما كان لذلك بالطبع أن يتحقق ما لم يسلك كمال اتجاها قويما في طريقه المهني ليقف جنبا إلى جنب مع الرعيل الأول من الموظفين الوطنيين في العمل الحكومي. الحقيقة أنا سعدت يعني اشتغلت مع كمال أحمد الزبير في مؤسسة مواد البناء والحراريات. كمال كان نائب المدير التنفيذي لمشروع امتداد اسمنت عبرة. أنا كنت المدير المالي. المدير التنفيذي كان أخونا عبد الوهاب دوقة. كما كان من أوائل من أفكار الاقتصاديين اللي تخرجوا من الخرطوم والتحقوا بالقطاع العام. تزوج من ابنة خاله هذا المغربي وهو في مقتبل حياته المهنية، وأنجب منها أبناءه هشام مدير عام شركة الموجة ومدير البحوث بشركة ميديا ستور، وطارق المهندس الكهربائي بشركة بي اي اس اف. ونهى طالبة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. إضافة إلى وليد مساعد المستشار القانوني ببنك المال المتحد، وابنه البكر محمد المدير العام لشركة ميديا ستور. بدأ كمال مواسم هجرته شمالا صوب الدنمارك بعد أن وطد علاقته بشركاء العمل الأجانب في مشروع أسمنت عبرة، وبذل جهدا كبيرا لتطوير المؤسسة التي التحق بها للتو، وكان لها أثرها على الاقتصاد الوطني عامة بشكل ملحوظ. نقب كمال بنفسه وبحث عن الفرصة المواتية حتى تم قبوله في جامعة أودنسا لنيل درجة الماجستير، دون أن يقف واقعه زوجا وأبا عائقا أمام طموحه المهني، بل شكلت له أسرته الصغيرة آنذاك الدافع الأكبر والداعم الأقوى للمضي قدما في نجاحه الأكاديمي والمهني.
المصنع بتاع الاسمنت عبد البر كان من اول المصانع بتاع صناعه الاسمنت في السودان، لكن كان طاقته الانتاجيه محدوده، كان محتاج العمليه بتاعت ان يرفع الطاقه الانتاجيه. فبالمجهود بتاع الاخ كمال الزبير والمدير التنفيذي مع الشركه الدنماركيه وصلوا للعمليه بتاعت اتفاقيه لرفع الطاقه الانتاجيه للمصنع ل 1000 طن بير داي، ودي فعلا كانت ساهمت في تغطيه نسبه كبيره حوالي 25% من احتياجات السودان. بعد ما نحن خلصنا من الدنمارك جينا طبعا بقوا عندنا طفلين وجينا السودان، قاعد فتره بسيطه في السودان زي سنه وراح السعوديه. كان يدرك تماما اين توجد النجاحات، يعني كان سالك طريق مخطط له. طبعا هو اصلا زول بتاع اقتصاد وخش الاقتصاد باعتبار ما تناوله مسبقا من نجاحات كانت طيبه جدا في تفكيره، زول بتاع بلاننج يعني زول بتاع تخطيط. كمال الحقيقه رجل يعني ممكن اصفه في كلمه واحده انه رجل انسان اكثر من اي شيء، وهو رجل اجتماعي من الدرجه الاولى غير ما يعني يعتقد بعض الناس. رجل واجب ما في ذلك شك. فقط يمكن اللي بيفرقوا عننا كثير انه كمال يتخير اصدقائه، يعني هيز فيري سيلكتيف ويتخير اصدقائه بعنايه كبيره، وطبيعه عمله يعني لا يسمح له بالاجتماعيات المتعارف عليها اذا كان في السودان او هنا، لكنه يقضي واجبه بكل يعني جديه. رجل اعرف عنه يحب عمله جدا، وهذه من اسباب نجاحه. يعني رجل دائما الشخص اللي بيحب شيء او اللي بيعشق شيء يبرز فيه جدا، وهذه من ميزات كمال. دقته الشديده جدا في عمله قد تفرز اشياء الناس الاخرين ما يفهموها. يعني يقول لك يا اخي كمال ده صعب جدا، مش كمال زول دقيق، زول امين، جاء في اي جهاز بيحاول يتعامل مع الجهاز ده بحيث انه ما يحصل ريسك، ما يحصل يعني انهيار، ما يحصل، ما عايز تكون الحاجات دي خصم عليه. النجاح المبكر الذي احرزه كمال الزبير منذ مناصبه الاولى اهله ليصبح عنصرا مرغوبا في اي موقع اقتصادي تصل اليه سيرته، فاتسم بقدرته على المشاركة في المصارف الوليدة والمؤسسات الصغيرة منذ نشأتها، ليطبع في وقت وجيز بصمته الإدارية الدافعة لتلك المؤسسات إلى مصاف المعالم الاقتصادية البارزة، هذه المرة شرقا إلى الضفة الأخرى. حقيقة البنك الهولندي بنك كبير جدا وفيه 23 جنسية، وعمل ال 23 جنسيه دي حقيقه السودانيين كانوا مميزين بصوره عامه، والاخ كمال في الوقت ده كان سينيور اوفيسر وكان مميز واداؤه كان مميز، واشتغل معاه لحد 88 وبعد كده ترك ومشى البحرين الشركه العربيه. كمال لما جاء من السعوديه كان جاء وكان على رئاسه كان مدير عام مدير اداره القروض المشتركه، فأنا من خلال النتائج بتاعت الشركة العربية شهدت المحفظة بتاعت القروض في الشركة العربية تطور وبقت أرقام كبيرة وأرباح، حققت أرباح يعني مشهود لها في تاريخ الشركة العربية. كمان من المصرفيين القلائل اللي التحقوا بالشركة العربية، وكان محل وتقدير كل من عرفه داخل الشركة أو داخل القطاع المصرفي في البحرين. تعرفت به أول ما عمل في الشركة العربية للاستثمار في البحرين، اشتغل معانا لفترة، ترك الشركة إلى قطر ثم إلى قبرص وعاد مرة ثانية للشركة العربية. عودة للشركة العربية كانت حاجة غريبة جدا، لأنه في العرف بتاع الشركة العربية اللي بيسيب الشركة العربية ما بيرجع. كمال رجع، لأنه أساسا لما غادرنا ما كان مفروض يمشي، وقدر ما حاولوه عشان يظل في الشركة العربية رفض. مشينا في الأول قطر، في قطر ما كان سعيد يعني ما حب الحكاية، وطوالي انتقلنا منها لقبرص. قبرص كان سعيد وكانوا مبسوطين منه جدا جدا، حتى الكيرمان كان عايزه يعني بأي طريقة كان، حتى مشينا رحلة الكيرمان وزوجته كانوا بعيوننا بصورة يعني كده بحب شديد، والكيرمان اختار كمان انه يقعد جنبه في الحفلة، مع انه دي يعني كانوا كلهم كانوا يعني كيف
يختار كمال من دون الناس يبقوا جنبه في هناك. ونحن انا وكمال في جوه قلبنا عايزين نحن نقول لهم نحن مع السلامه، ما عايزين نقعد في قبرص خلاص. احنا الحياه في قبرص ما انا الصراحه ما كانت عجباني، يعني كان عندي اولاد وعندي طفل هنا، فشعرت الحكايه يربي اكثر من انها هنا، ولا ما عايزه اربي اولادي في بيئه زي دي. فكمان يقول لي حس النازل اقول لهم شنو يعني، شوفوا هم بعيونين بعين برغبه شديده وبحب شديد، نحن نجي نهاجمهم نقول لهم نحن ما عايزين لكم. المهم قام كلمهم قال لهم نحن والله صراحه مقررين انه ما نقعد في قبرص، نحن عايزين. قال لي سامحوا بنفتح لك مكتب في دبي، يعني شدت ما كانوا عايزين لو ديك انجلترا. قدر ما خيروه قال لهم لا انا يعني صراحه خلاص انا قررت، وزوجتي ذاتها قررت بانه ناخذ الاولاد، حتى اذا انا قعدت هنا دي حتاخذ الاولاد تمشي السودان، يعني ما حدا بقعد هنا. هذا التنقل المتواتر بين العواصم والمناصب والمؤسسات لم يكن ناجما عن تململ وتمرد، بل كان طموحا في الوصول الى افضل المراكز. فقد عرف عن كمال الزبير اتصافه بالحميمية والإلفة التي جعلته يرتبط بالأماكن والشخوص بأقوى الأواصر. والله بذكر بعد حرب الخليج وكان معنا المدير عام الشركة العربية كان من الأردن، لأسباب سياسية ترك البحرين، فكان الخيار الوحيد كمال أن يكون المدير عام للشركة العربية، لكن برضو الأسباب سياسيا ما قدروا يدوه المنصب ده، لكن هو الشخص الوحيد اللي كان مؤهل يكون مدير للشركة العربية من كل الطاقم اللي كان موجود وقتها. اللي عاهدته في كمال رجل ولوف جدا، يعني كمال من الناس اللي حتى ما بيقدر يغير مكان إقامته. سكن أذكر في البحرين في ثلاثة أماكن، لكن حتى بعد ما عاد مرة ثانية من قطر أصر أنه يسكن في نفس البيت اللي كان ساكن فيه قبل ما يغادر البحرين. مش كده وبس، كمان يعني كمال حتى في بيته بيقعد في كرسي محدد في مكان محدد، ترابيزته جنبه فيها حاجاته. رجل ولوف جدا جدا على المكان وعلى الزمان وعلى حتى الناس اللي بيتعامل معاهم. فهو كان في البحرين، فجاء من البحرين عشان ما يشوفه، وكان مرتبط بشغل جاء، ولما شافه كان متألم. أنا ما كنت موجودة، أنا كنت في السعودية، لكن على حسب ما سمعت إنه رجع الخرطوم لأنه حيسافر، فهي ماتت بورطة وقالت أنا رجع هنا. فكان هو بحب أمه كثير وكان بيتمنى يعمل لها أي حاجة تسعدها. هذه الحميمية التي صبغت تعاملات كمال الزبير لم تكن حكرا على أسرته والمقربين من حوله فحسب، بل تجاوزتهم لتشمل كل من التقوه في مسيرة حياته الطويلة. أنا التقيت بكمال أول مرة سنة 68 في السنة الأولى في جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد، والحمد لله يعني كان الصداقة من ذلك الوقت وحتى اليوم، حتى في تجواله الكثير يعني في السعودية تقابلنا. أنا اشتغلت فترة هناك لما مشى البحرين، لما مشى قطر، لما مشى قبرص، يعني صلتنا ما انقطعت أبدا، يعني كانت في اتصالات بيناتنا على الدوام. وحقيقة كمان رجل لطيف ويحب المرح، ورجل يعني زي ما بقوله يعني ود بلد، ده أكتر شيء جذبني فيه يعني. يمكن في فترة قصيرة جدا، يمكن بأقل من أسبوع، أنا حسيت إني بعرف كمال منذ الطفولة، وعلاقتي انطلقت من هناك بنفس المتانة والقوة إلى تاريخه. فهذا هو كمال الزبير، رجل واضح، رجل شفيف، رجل دغري، ستريت فورورد، ما بتعبك عشان تكون معه صداقة أو تكون معه علاقة، ورب أخ لك لم تلده أمك. من الأشياء اللطيفة بيني وبين كمال دائما إنه يعني دائما كان لما يدعينا لعشاء ولا كده عنده كلمة معهودة دائما، كان بيقول لنا تعالوا الساعة 8، إذا ما جيتوا 8 أنا بقفل الباب، لأنه هو رجل معروف إنه أصلا من الناس اللي دائما ينهي حياته، أقصد يعني يومه بدري وبينوم بدري، دي معروفة عنه. لكن ما حصل، لأن إحنا دائما بنمشي بعد 11 وبنلقى البيت مفتوح، ما حصل إنه في يوم من الأيام قفل البيت يعني. كان عنده اهتمامات وشلة من أصدقائي بالتنمية الريفية، ف
فكانت لهم رابطة تعمل بجد واجتهاد بتنمية الريف السوداني ويسافروا رحلات ويعملوا ندوات على هذا. فكان اهتمام لا يزار ولا يمين لكن للتنمية الريفية في الريف السوداني حيث هو عاش طفولته في ريف السودان. الحكاية دي أنا في تقديري أنها أثرت عليه وخلته هو مهتم بالريف وبالتنمية لحد ما بقى حتى يعني مدير بنك كبير جدا بنك المال، فهو مستمر بأنه مخزن الاهتمام بالريف. فلما شارك في البنك شارك في مشروعي، المشروع الجميل جدا اللي هو مستمر، والاستمرارية دائما في المشاريع معناها النجاح الكبير فيه. فكمدير بنك المفروض يكون دوره المحدد مدير تمويل المشروع الفكرة، لكن كمان كان أعمق من ذلك. فبتأثير من هويته الأولى بتاعت أن تنمي فيها شارك في المشروع ليس بالمال فقط ولكن بالجهد الشخصي بالاشتراك في لجنة الحكم وفي تزيد دعاية المشروع والاهتمام به، ولأن المشروع مشروع فيه تنمية للمجتمع. لم يكن انتقال كمال الزبير إلى السودان عودا خالي الوفاض، فهو لم يكن قد أنهى مشواره المهني بعد عندما قرر الاستقرار بين أهله وعشيرته. شكلت عودة كمال الزبير خطوته الأكبر والأهم، بحيث مثلت جوهرة التاج في مسيرته الطويلة في دنيا المال والمصارف. واكب ذلك الفرص الواعدة والآمال العريضة التي تلت توقف الحرب الأهلية في جنوب البلاد بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2000 وما تبعها من طفرة اقتصادية مثلت الفرصة الأكبر في تاريخ السودان المعاصر للنهوض باقتصاده وتحقيق آمال شعبه. السادة رجال المال والأعمال، الضيوف الكرام، أود في البداية أن أرحب بكم في مقر بنك المال المتحد الجديد بمناسبة افتتاح هذا المبنى والذي يصادف المرور 4 سنوات على إنشاء البنك، حيث أن البنك قد تم إنشاؤه في أغسطس 2006. هو عمل إنجازات حقيقة كبيرة جدا كمال، يعني في كثير من مشاريع عندها يعني أنا بعتبرها يعني دور رياضي في البلد، يعني مشاريع إنتاجية ضخمة جدا واللي هي ساعدت في خلق عمالة. وزي ما ملاحظين معظم الاستاف في بنك المال ده او كله تقريبا هم ناس سودانيين، يعني كان مع انه كان عنده الفرصه انه يجيب ناس من برا يعني، لكن كان هو عنده الفيجن بتاع انه عايز يعني يخلق بنك بمفهوم جديد ويدرب عماله سودانيه. ولاول مره عمل القصه بتاعت القروض المشتركه ده سينديكيشن، يعني يمكن اكبر قرض سينديكيت اللي عمل في تاريخ السودان عمله الاخ كمال الزبير لسكر النيل الابيض يعني، وعمل المحفظة بتاعت القطر اللي هي دخلت فيها مجموعة من البنوك يعني. فأدخل أشياء جديدة ما كانت موجودة في العمل المصرفي في السودان يعني. إحنا كمؤسسة يعني تجارية بيهمنا أنه برضو نسهم في الاحتياجات الاجتماعية، والحمد لله عندنا يعني مساهمات كثيرة في بعض في المؤسسات المختلفة التي تحتاج لرعاية ولدعم من المؤسسات التجارية، وهذه عملية متصلة طبعا مستمرة. بمرور الأعوام استطاع بنك المال المتحد أن يحقق صعودا ملحوظا في كافة المؤشرات،
اعتقد انه الاستاذ كمال الزبير ادارته مختلفه، ادارته غير، ادارته عندها طابع مميز وطابع خاص. استاذ كمال الزبير بيمتاز في ادارته بالديمقراطيه وعنده الشفافيه المتناهيه في الاداره، ويمكن انه يعني بيتخذ القرار السريع وبيكون سليم وحكيم وعادل، وفي حاله انه مثلا يتعذر عليه اتخاذ القرار بيلجا للجنه الاداره تشاور معاها حتى يضمن انه القرار اللي بيطلع هو قرار سليم. والله استاذ كمال يعني يصعب وصفه ما شاء الله لصفاته الكثيره سواء الشخصيه او العمليه او كله، لكن يعني يمكن من اكثر الحاجات اللي كنا بنلاحظها فيه واللي كان بيجمع على كل الناس انه شخصيه متواضعه مخلصه في العمل بشكل كبير، مجتهده مبتكره مبدعه، وكانت بتساعد الناس على انه يكونوا كده، انه الناس تكون مخلصه في عملها، تكون نشيطه، تكون مبتكره، كل يوم تجيب فكره جديده، شغل جديد، حاجه جديده، انك ما تكرر نفسك كل يوم يعني، وتعمل شغل انه لو زول جه بعد سنه، بعد 10 سنه، بعد 20 سنه جرى الشغل يلاقي فيه اجابه لكل اسئلته وحاجاته، فدي الحاجه اللي كنا نحن شغالين عليها طوال يعني. وبعد ما ترك كمال الشركه العربيه كل القروض اللي اتعملت في عهده وكل المذكرات وكل الدوكيومنتس بقت مرجع للذين خلفوه في الاداره. وكثير من الاحيان بيجيني واحد يقول لي اسمع كمال ده وين هسه؟ بقول له في السودان. ودخل له فات كيف؟ الحياه سنه الحياه، كمال مشى السودان. في كثير جدا من صفاته الشخصيه اللي انعكست علينا، حب الخير للاخرين، عدم حمل الضغينه على الاخرين، عدم القدره على ايذاء الاخرين، دي كلها تمثلت في طريقته في اداره هذا البنك وفي طريق في تعامله معنا نحن كموظفين. فغلبت على سياسته وعلى ادارته الجوانب التحفيزيه اكثر من العقابيه. وما اعتقد انه في موظف في بنك المال او عامل ما تحفز في العشر سنوات اللي فاتت. وما اظن في موظف او عامل في بنك المال تعاقب بصوره حتى وان استحق ذلك العقاب في العشر سنوات اللي فاتت. استاذ كمال عنده الابتكار وعنده التجديد في العمل، ما بيحب يعني يمشي على الروتين او الوتيره الواحده. ما شاء الله عليه عنده يعني قوه ملاحظه خارقه ولماح ودقيق، ودي الحاجات اللي يمكن احنا يعني بنعاني منها، وفي نفس الوقت طبعا اكتسبناها منه ولمصلحتنا. مع كل هذه الصفات القيادية التي اتسم بها كمال الزبير إداريا ناجحا حازما ومتخذا للقرارات المصيرية، لم تنعدم في حضوره الخصال الحسنة التي تجعل من أي إنسان بسيط ومتواضع مثله رفيقا سهل المحشر. أنا بصفتي مشرف للعمال يعني كان بصراحة يعني كان عندي أكثر حاجة الاستغالات مشهورة على مستوى البنك، أنا بحب أكتب الاستغالة دي طوال أقل حاجة، فمن الطرائف مرة كتبت استغالة وبعد ما وصلته فوق عدت معه 3 يوم ما قبل الاستغالة، اليوم الرابع ناداني وقعدني قال لي تفضل، وقام حكى لي قصة قبل ما يتكلم معي في موضوع الاستغالة ذاته. قال لي كان معنا واحد في البنك السعودي الهولندي والدته عيانة وادو خبر مرضه وكده وانزعج وكتب استغالة طوالي قنع من الشغل. بعد أسبوعين اتصل عليه وقال لي يا أخي والله الحجة دي تم الصحة والعافية. ففي الفترة اللي بشروه بأنها كويسة خش للمدير، والمدير قال لي شوف يا أخي نقبل الاستغالة ولا نشرطها؟ فأصلا مشكلته كانت حلت، قال لي شرطها. فهسه قال لي أنت أحمد علي قبل ما نخش في موضوع الاستغالة نقبل الاستغالة ولا نشرطه؟ قلت له شرطه. بس عايز اضيف حاجه بسيطه، كمال من الناس القلائل اللي بيستعملوا كلمه نعم في محلها وكلمه لا في محلها. يعني اذا قال كمال لا فلا، اذا قال نعم فنعم. عنده كمان يعني روح الفكاهه
وروح الدعابة يعني حتى بالاجتماعات ما بخلي الاجتماع يكون روتيني، دائما تلقاه بيدخل قفشات نكات عشان يخلق جو إنه الاجتماع ده ما هو الاجتماع الرسمي، الناس تكون يعني متوترة. حقيقة أنا يعني أعتز بصداقتي مع كمال وأسرته، ويمكن كل ما أتمناه له إنه يعني ربنا يديه الصحة والعافية ويطول في عمره ويمكنه بإنه أيضا يعيش حياة سعيدة جدا، وربنا يبارك له فيما أنجب وفيما كسب وفيما اكتسب. ووصيتي الأخيرة لزوجته الفاضلة المرة الطيبة الحنونة الممتازة يعني في كست بيت، في إنها تشد حيلها، لأنه زي ما نقول كمال يا دوب ما تفرغ لك، ويا دوب كمال ما حيعلمك تقشر البصرة ذاتها كيف. وبانتهاء يوم عمل 31 من ديسمبر من عام 2015، خرج كمال الزبير وسط دموع زملائه تحفه ظلال المحبة التي غرس غرسها وسقاها من فيض شخصيته الفذة. كان مشهدا مهيبا حين اصطف كل العاملين بالبنك يودعون ذلك الإنسان الفريد كمال أحمد الزبير. مستر كمال